ليه شرحنا السيف مود مع الوايت فلاي؟ انتوا فاكرين الوايت فلاي خمالات؟ خلايا الامعاء اللي هي بتمتص اكتر عن بيكسر عليها خمالات عشان تزود مساحه سطح الامتصاص. دي الفانكشن بتاعت الوايت فلاي. ده نوع من الخلايا يعني ولا ايه؟ الوايت فلاي استراكشر موجود في مجموعه من الخلايا اشهرها الامعاء. تمام؟ خلايا الامعاء بتعمل طاوله كده اسمها كولامنر سيلز. كولام يعني صف، هي طاوله. تمام؟ كولامنر سيلز. فالمايكرو فلاي انجليز سيرفيس اوف ابسوربشن، السطح اللي بيحصل عليه الامتصاص. ماشي؟ طب ليه بنشرح السيل كود معاها؟ لان الخلايا اللي فيها مايكرو فلاي بالذات اللي بيتعمل الامتصاص ديت بيبقى السيل كود فيها تخين. تمام؟ فبيبقى واضح جدا بالالكترو مايكروسكوب. تمام؟ وباللايت كمان. ماشي؟ دي خلايا من خلايا الامعاء سمعناها باللايت مايكروسكوب. ماشي؟ طبعا السيل ممبرين ما ينفعش تترسم، مش كده؟ لا اللايت ما بيجيش بس تجاوز بس يعني. تمام؟ لكن هو ما بيجيش. يعني بيبان النوكليات بتاعت الخلايا من غير تاوما كده، بشوف النوكليات كده جنب بعضها وبشوف السيمن السيم كود اللي فوق في المنظر ده، لكن مفيش في النص، لكن ده من باب الايه؟ الرسم بس رسم كوب يعني. ماشي؟ المنطقه اللي فوق ديت اللي احنا مكبرينها هنا دي عباره عن مايكرو فلاي، الكفرنج بتاعها قوي سيمن بريد مش كده؟ وعليه من بره سيم كود اللي هو التفرعات اللي رسمناها في الميكرو استراكشر بتاع السيمن برين السكريات دي. ماشي؟ باللايت مايكروسكوب بتبان فوق الخلايا كده حاجه اسمها براش اوفر سترايت بوردر. براش يعني فرشه. اشوف البوردر اللي فوق بتاع الخلايا عليه زي الفرشه طول كده. سترايت ده اللي مخطط. تمام؟ دي او دي تقول براش بوردر او سترايت بوردر. تمام؟ ده باللايت مايكروسكوب. والصبغه اللي بنشوف بيها اسمها بيز. بي اي اس. بيريودك اسيد شيف. مش عاوز تحفظ الاختصار، لما تكتب بيز صح مفيش اي حاجه خالص من غير ما تحفظ المعنى يعني. ماشي؟ بريوديك اسيد دي ماده بتستخدم في الصبغ يعني، وشيف اسم واحد. ماشي؟ بريوديك اسيد شيف، فبتقول عليه بيز بوزيتيف. تمام؟ يعني البراش او الستيت بوردر دوت بيز بوزيتيف. ماشي؟ يعني بوزيتيف؟ بوزيتيف يعني قبل الصبغه خدها. تمام كده؟ هو انت بقى احفظ ان اي حاجه فيها سكريات بتبقى بيز بوزيتيف. هتمشي معاك كويس بعد كده، لما نخش في التشوز بالذات. تمام؟ اي حاجه فيها كربوهيدرات زي السيل كود كده بياخد الصبغه دي. تمام؟ بيبقى بيز بوزيتيف. لو نيجاتيف ما خدهاش. تمام؟ بالالكترو مايكروسكوب دي مايكرو فيلاس واحده. ماشي؟ جمع مايكرو فيلاس مايكرو فيلاس. تمام؟ بتتكون من حاجتين، كفرنج بره عباره عن ايه؟ كفرنج الغطاء اللي بره عباره عن ايه؟ حاجتين. ايه هما؟ يا حسام كفرنج اللي بره؟ اه غطاء مايكرو فيلاس عباره عن ايه؟ كفرنج ده ايه؟ ده البراش او ستريت بورد. تمام؟ اللي هو عباره عن سيل ممبرين وعليه ايه من بره؟ عليه حاجات كده سيل كود. اه تمام؟ يبقى الكفرنج عباره عن سيل ممبرين وعليه سيل كود. تمام؟ قلنا بالنايت مايكروسكوب بيبان براش او ستريت بورد. بالالكترو مايكروسكوب السيل ممبرين هيبان خط اسمر لو انا لو نوتيفيكيشن. تمام؟ او تراي لانر ابيرنس لو انا هاي نوتيفيكيشن. ماشي؟ السيل كود بيبان فاين فيلامنتس ماتيريال اللي هي الخطوط الصفراء. فايل يعني ايه؟ رؤيه. فيلمنتس ماتيريال ماده زي الشعيرات كده. تمام؟ هي فيها بالظبط كده انها ماشيه بره السيلفر برين. ماشي؟ يعني لو انت السيلفر برين شايفه كده يبقى ده اللي فيها الخط واضح. بتبص تلاقي حاجه بره عامله كده. كده زي اكسيتد. ماشي؟ فايل فيلمنتس ماتيريال. ماشي؟ حاجه رؤيه خالص بره السيلفر برين. طب ايه اللي جوه المايكرو فلاي بقى؟ يعني ايه اللي خلى الحتتين السيل ممبرين واقفه كده؟ ما بتوقعش ليه؟ يبقى فيها فيلمنتس حاجه من السيتوسكيلتون. ايوه تمام. بس خلينا ناخدها بالتفصيل. فيها نوع من الفيلمنتس اسمها اكتين فيلمنتس. اكتين فيلمنتس عامل الكور، الكور يعني القلب بتاع المايكرو فلاي داخل جواها كده عشان توقفها. وفي حاجه في السيتوبلازم يبقى فوق كده خالص تبقى مكانها هنا كده اسمها تيرمينال ويب. الشبكه النهائيه فوق خالص برضه اكتين فيلمنتس. المايكرو فلاي كور بتاعها اكتين فيلمنتس ماسكه في الاكتين فيلمنتس بتاعت الايه؟ التيرمينال ويب اللي تحتها. ده المريكولر ستراكشر بقى. ده التركيب الجزئي بتتكون من ايه؟ بروتين اسمه اكتين. تمام؟ يبقى المايكرو فلاي ليها كور وليها كفر. ماشي كده؟ السيل كور والمايكرو فلاي الاثنين مع بعض واللايت مايكروسكوب رش على استرايت الكور. الالكترون مايكروسكوب بيبان الكور والكفر بتاع المايكرو فلاي وبيبان السيكوت على هيئه ايه؟ فاين فيلمنتس ماتيريال. فاين؟ فاين فاين فيلمنتس ماتيريال. ايه وظيفه المايكرو فلاي؟
ابزوربشن. ايوه في الانجليزي ابزوربشن سيرفيس اوف ذا سيل ساعه صفح الامتصاص. السيل كوت وظيفته قريبه من السيل برين، يعني هما ثلاث حاجات سيل برودكشن هي زي السيل برين ترانسبورت. لا اه هو برودكشن دي زي السيل برين ماشي، بعد كده ادهيجن وريكوجنيشن. ريكوجنيشن برضه زي السيل برين، هو زي في البروتكشن والريكوجنيشن وادهيجن يعني التصاق. يعني انا عندي خليتين كده بس الكود بتاعها تمام، دي الخلايا الثانيه السيل كود بتاعها عشو مع شو الجو يعني. الله ينور عليك بالظبط كده سيل ادهيجن التصاق الخلايا ماشي. لو اسم ثاني برضه زي السيل برين اسمه سيلكو دي مش ما تطلعش في تركيب مثلا خالص ده. ايه سيلكو مش عايش تركيب ولا حاجه، ده حاجه زي كده خالص. هي الكربوهيدرات عباره عن بولي ساكرايد تمام. لما تمسك في البروتين يبقى اسمها جلايكوبروتين، في النبي يبقى جلايكوبروتين تمام. ده كده مولكيولر ستراكشر بتاعها ماشي. والاغلب جلايكوبروتين اكثر من جلايكوبروتين. طب وليه جلايكوبكالكس دي؟ ده اسم تاني جلايكوبكالكس. كالكس يعني كوت، جلايكو يعني شكر. يعني ايه حالات الاسم ده بس بيفكرك بالتركيب؟ اه انا بيفكرك ان هو شكر بس.